اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، واحنا نتحدث عن الفن والابداع العربي بصوره خاصه. في بعض الاحيان نتذكر المقوله العظيمه لويليام شكسبير، هو يقول: اعطني خبزا ومسرحا اعطيك شعبا مثقفا. على مدار الاعوام كان المسرح والفن هي الرساله الاسمى لكل البلدان العربيه، عرفنا البلدان من خلال فنانيها وما قدموا من منجز ابداعي كبير. حقيقه اليوم من خلال برنامج بيت الكل نحتفي بقامة فنية عملاقة كبيرة، رفدة الفن العربي بأجمل الأعمال الفنية على مستوى المسرح وبعدها على مستوى السينما والدراما. حقيقة اسم كما تتواجد الأهرامات في مصر زرع وغرس هذه الغرسة المهمة، بحيث بقت في كل البلدان العربية تردد هذا الاسم الكبير 100 عام، الاسم الكبير الملك فريد شوقي، حقيقة وحش الشاشة الذي أنجز أعمال مهمة كبيرة. اليوم من خلال هذه الحلقة راح نستثمر الوقت القادم مع النجمة الجميلة رانيا فريد شوقي، تتحدث عن فريد شوقي الأب، عن فريد شوقي ومنجزاته، عن فريد شوقي داخل المنزل وكثير من التفصيلات المهمة التي يحب أن يتعرف عليها المتلقي العراقي. نقول لك مساء الخير ومنورتنا. نور بوجودكم والله، سعيدة معكم يعني. نورانا يا رانيا يا عمر بجد يعني. أهلا وسهلا ست رانيا، ونورتينا في استوديو بيت الكل. وفي البداية يعني احنا مهتمين نعرف، بما انك انت كمان اصغر اخواتك، رانيا فريد شوقي متى بدأت تدرك عمليا بان والدها الفنان الشهير الكبير والاوصاف ذكرها احمد لا داعي لتكرارها، في اي مرحلة عمليا بدأت تدركين هذا الكلام وانت صغيرة؟ من وانا طفلة يعني، كنت بروح معاه الاستوديو او المسرح يعني، انا زي ما بيقولوا عليا بنت ابوها يعني انا لازقه في ابويا في اي حاجه كنت واخر العنقود. ف انا يعني حتى لما مثلت ما كنتش لسه خدت ثانويه عامه، فبعد ما خدت الثانويه العامه بابا قال لي عايزه تخشي ايه، فقلت له مش عارفه يعني، ما يعني انا بالنسبه لي، فقال لي مش انت كنت عملت فيلم شربات، فقال لي يعني انت هتشتغلي حاجه تانية؟ فقلت له لا، ده انا ما صدقت انك توافق ان انا اشتغل يعني. فقال لي يبقى تخش المعهد العالي للفنون والمسرح، وهو اللي خد الورق وراح قدم لي. انا عايزه اقول لك قد ايه انا كنت مرتبطه ببابا قوي يعني، لطفله صغيره يعني عمليا. انا الوحيده اللي طلعت بمثل في اخواتي. ذكرت انت وطفله عمليا بداتي هذا الادراك، ولكن ماذا كان يعني لك بشكل او باخر وانت طفله انه لا يعني فريد شوقي قامت كبيرة فنية كبيرة؟ ياخدني من المدرسة كانت بتتقلب يعني فأنا شفت يعني شفت حاجات كتير يعني فلا فريد شوقي حاجة كبيرة قوي. لما كنا بنسافر حتى بلدان عربية معاه، تونس أو أنا للأسف عمري ما يعني ما رحت العراق أو الأردن أو كده، بس ماما اللي بتحكي يعني. كان لا حالة مريعة فظيعة يعني أكيد.